الأستاذ مازن أبو جزر أحد المرافقين لأحد مصابينا من أهالينا الفلسطينيين من غزة، معنا أيضا أعتقد في مستشفى العريش. أهلا بك أستاذ مازن. يا هلا بيك يا خال، حياك الله. أهلا بيك، ربنا يا رب يحييكم ويحفظكم. أولا طمنا عليكم وطمنا على المصابين، وباعتبارك أحد المرافقين أيضا. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله من فضل الله وفضلكم وبرضى الله. العفو. الحمد لله لكم كل احترام، ولأخواننا في الجانب المصري لهم كل احترام. ومش عارف ايش الشكر اللي اشكرهم اياه في من ناحية دكتور، من ناحية ممرض، من ناحية عمليات، من ناحية الحج حجاج، من ناحية الخيمة تاعت الاخوان الفلسطينية، لهم كل احترام عندنا. يعني مش عارفين ايش الشكر اللي نقدر نقدمه لكم، وايش الاتجاهات اللي نقدر نقدمها لكم، يعني من كثر يعني احترامكم او من كثر كل شيء بتقدموا لنا اياه يعني. خالص يعني اولا اخي العزيز أشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا، ونحن لا نريد سوى المحبة الدائمة المتبادلة ما بيننا وأخوتنا وعلاقتنا. يعني سبحان يعني من فضل ربنا يعني ما بخلوا علينا حاجة، ولا بخلوا علينا أي نقص ولا أي حاجة، من ناحية علاج، من ناحية واكل، من ناحية مصاريف، من ناحية أي شيء ممنوع أي واحد فينا يشتري أي حاجة. الحاج هو المسؤول على كل حاجة، ممنوع يعني أي حاجة يتواجد فيها من برا. ولكم كل احترام، مش قادرين ايش الشكر نشكره من أفضل واحد في مصر، كل الرجل اللي وصيها معانا. مصر دايما هتبقى معاكم كتفا في كتف مع اهلنا في فلسطين. اي شيء بيجي على بالكم ثقوا دائما انه مصر ليست دولة شقيقة فقط ولا دولة جوار فقط، مصر وفلسطين بلد واحد. فيعني احنا اهم حاجة ان احنا نطمن عليكم، واسألك اذا عايزين اي شيء، اي شيء عايزين منكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين ما هو خاص علينا اي حاجه، ومن فضل الله بس يعني قصه المعاناه انها تتوجه علينا غاد، المعاناه والادويه المحجوزه هذه، بس بندعي رب العالمين انه ربنا من فوق انه يعديها. بس يعني يعني طيب. الاحتياجات غد مش احتياجات وكل الوكل، ما احنا يعني جعانين ولا يعني بلقمه باي حاجه بنقوم فيها، بكاسه شاي بنقوم فيها، بس يدخلوا العلاجات الموجوده اللي هي مقطوعه عندنا في الجانب الفلسطيني. هاي اللي احنا بنتمناها من وجه الله عز وجل، انكم تحطوا ايديكم معنا وتوقفوا معنا رب العالمين، ما ثم انتم توقفوا معنا بس تدخلوا العلاجات لنا، بس العلاجات والناس اللي بدها تتعالج في الجانب الفلسطيني. بنصح كل واحد فلسطيني عنده مصاب يتوجه على الجانب المصري من فضل الله عز وجل. انا ابن اختي 95% عمليته فاشله، من فضل الله 95% فاشله و5% ناجح، لكن من فضل الله عز وجل، من فضل ربنا 100% في الجانب المصري. بأشكر شكري لدكاترة العريش، من فضل ربنا دخل عمليات 9 ساعات والحمد لله رب العالمين 100% عمليته. ربنا يا رب يشفي الجميع ويعافي الجميع ويقيكم شر وويلات الحرب يعني إلى يوم الدين. نتمنى أنه تاخدوا حقكم الكامل تالت ومتلت. مصر دايما بتقول لكم احنا شايلينكم على راسنا وفي عينينا وقلبنا معاكم وانتم في قلوبنا. أشكرك جدا سيد مازن أبو جزر أحد المرافقين لأحد من أهالينا المصابين القادمين من غزة فلسطين المحتلة.